أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع عين ألف من الرياض بعد رسالة ضمنها ثلاثة أسئلة يقول في أولها: أردت في هذه السنة صيام يوم عاشوراء فصمته بحمد الله، لكنني عندما أردت أن أصوم يوما بعده جاءني مرض فلم أستطع الصيام، فهل علي قضاء هذا اليوم أم ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ليس عليك قضاء هذا اليوم، وصيام يوم بعده أو يوم قبله سنة، وإذا تركته فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم. ويكون تم له صيام يوم عاشوراء. تم له صيام يوم عاشوراء. نعم.